بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحب بكل مشاهدينا الكرام، حبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. جميل إنه نشتري جهاز بتاع كمبيوتر لأولادنا أو لابتوب، ونحاول نعلمهم قدر الإمكان إنهم يتواكبوا مع العولمة. ولما نتكلم عن الإنترنت بالتأكيد فيه فوائد كثيرة، إذا كان في مجال التعليم أو في مجال الثقافة، أو إذا كنا دارين نستمتع ببعض الأفلام أو الجيمز. لكن هل سألنا نفسنا إنه أولادنا ديل لما نخليهم إنهم يتعاملوا بالطريقة الإيجابية اللي إحنا بالتأكيد اشترينا الكمبيوتر عشانها، هل بيتعاملوا مع الإنترنت بطريقة صحيحة؟ وهل بيفتحوا بعض المواقع اللي إحنا ممكن نتفاجأ بأنها تتعارض مع ثقافتنا السودانية والعربية والإسلامية؟ كلها حاجات ممكن تقلق أي أم وأبو في إنهم يحافظوا على قيم ومبادئ أصيلة موجودة في أبنائنا، لأنه في لحظة ممكن تخرب بسبب مشهد أو بسبب فيلم إباحي ممكن يشوفوه عبر الكمبيوتر أو عبر الإنترنت. مسألة الأمان مسألة جديدة سمعنا بها، أمان الإنترنت هل هو موجود في السودان؟ وكيف ممكن نخلي أولادنا يستمتعوا بكل اللي قلناه في الأول ده من غير ما يضرهم؟ كلها أمور إحنا هنناقشها اليوم بصحبة ضيفنا اللي هيشرفنا بعد شوية، أستاذ محمد أزهري، وهو مختص في مجال الكمبيوتر وفي مجال الاستشعار عن بعد، وأيضا في نظم المعلومات الجغرافية. أهلا بكم وأهلا به، تعالوا نستناهم مع بعض. بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصل لصالون بيت الهنا أستاذ محمد الأزهري، وهو مختص في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. أهلا ومرحبا بك كثير، شرفتنا في بيت الهنا. الله يخليك ويبارك فيك، مرحبا بكم، والواحد سعيد أنه يكون مشارك معك في بيت الهنا، ومرحبا بالمشاهدين. أهلا بك كثير، إحنا كمان أسعد. النت الآمن معناه شنو كمفهوم؟ النت الآمن كمفهوم هو نت خالي من كل العيوب اللي بيقبل البيت السوداني. يعني كلنا بنعرف إنه البيت السوداني عنده عادات وعنده تقاليد وعنده الحياة اللي ما ممكن يتنازل عنها أبدا. فالنت الآمن بالنسبة للبيت السوداني هو النت الخالي من هذه العيوب الموجودة في النت عموما. جميل، دي حاجة طبعا احنا بنتمناها في أي بيت، لأنه يعني الإنترنت على حسب ما هو مفيد أو على قدر ما هو مفيد أيضا في كثير من الحاجات الضارة اللي احنا فعلا ما بنحب إنها تكون موجودة. لكن السيطرة على العملية دي أفتكر صعبة شوية، ما عارفة رأيك شو، أنت مختص في المجال. طبعا بكل تأكيد السيطرة مش صعبة، السيطرة أنا بكاد أقول مستحيلة كمان. مستحيلة؟ أكاد أقول، لكن لا. يعني في فترات من العمر بالنسبة لكل الناس، يعني بالنسبة للشخص البالغ أنا بقول السيطرة صعبة جدا جدا. إلا عن طريق الشخص نفسه، إيمان الشخص، عاداته، تقاليده، هي اللي بتجبر الشخص إنه ما يمشي لأي منطقة ما مقبولة أو خطرة. ففي حاجات كثيرة جدا في النت ما مقبولة بالنسبة لنا كسودانيين نحن. صحيح. بالنسبة للغرب ممكن تكون مقبولة، وعشان كده هي متوفرة. أيوة. وفي مؤسسات طبعا زي عندنا الهيئة القومية للاتصالات شغالة وبتدعب وكل حاجة، لكن صعب جدا جدا إنها تواكب كل المحظورات وتحظيرها. هي يعني الهيئة هي بتعمل، علشان الناس اللي ما عارفين، إنها بتعمل على ضبط المواقع الإباحية اللي ممكن تكون موجودة، أو بعض الفيديوهات اللي بتكون نازلة في بعض المواقع الأخرى. صح؟ أيوة نعم. هي بتحاول، يعني الهيئة القومية نحن بنشكر الله على العمل والجهد اللي بتقوم به، لكن محتاجين منا نحن بنفسنا، يعني كل واحد مننا يحاول إنه يربي أهله ويعلم الناس على أساس إنهم هم ما يمشوا للمناطق المحظورة دي. صحيح، صح كلامك. فواحد بيتمنى كده يعني، لكن في أطفال وفي في 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 أعمار كثيرة من الصعب إنه الواحد يفهمها المخاطر بتاعت الحياة زي دي، فهم بيعتبروها مغامرات وكده، فبيحاولوا إنه يشوفوها. أو ممكن عن طريق الصدفة، يعني هي بتكون حتى في أماكن الإعلانات ممكن تكون. أيوة موجودة. هم بيجذبوا الناس جذب لهذه المواقع. أكيد طبعاً أستاذ محمد، بنتمنى إنه المسألة دي تكون يعني متوفرة في البيوت كأمان بالتأكيد، لأنه فعلاً الغرب زي ما ذكرته هو ممكن يدخل يعني الصغار وشرائح الكبار وشرائح الشباب بطريقة مختلفة. عموماً إحنا بنقدر نتحايل على المسألة دي، وعندنا قصة بتقول إنه النت الآمن داخل البيوت ما شرط إلا نشتريه، هو متوفر عندنا. تعالوا نشوف القصة دي ونشوف عملوا شنو علشان يحافظوا على أبنائهم. تفضل استاذ محمد.
نجيب مصطفى من السودان، من جنوب السودان، محافظة شمال علي النيل الرنك. عندي محمد 9 سنة، فهو بقى ارتباطه بالنت وبيتعامل مع النت في المدرسة، يعني ممكن يقعد تلت ساعة نص ساعة كده وهو يكون عايز ينام لأنه الصبح بيكون، لكن هسه هم في فترة بتاعت إجازة بينسى نفسه بعض مرات، ويعني بحاول إنه يركز كتير، يعني ممكن اللي هو استخدامه للذا بالهيو ممكن يعني ما يأكل ما يشرب كده، فتركيز بيكون دائما إنه بس هو عايز يعمل الحاجة اللي بيعملها بيركز عليها. النت أصلا هو فاتح ممكن يجيب أي برنامج، يعني لازم يكون عازول عامل كنترول، فأنا كل فترة بجي. بعدين هم محمد بحاول عايز يعرف أي حاجة، يعني أنا في البيت بقول له المهندس، لأنه هو بحاول عايز يعرف أي حاجة في الكمبيوتر شنو، فعشان كده أنا بكون حريصة إنه كل فترة أراقبه أشوف البرنامج اللي بعمله. ليه أنت غيرت خشيت كده؟ بيقول لي أنا متابع، يعني هو بكل مرة بترقب إنه كل ما تجي رسالة إنه عايز سفاري ممكن عايز يجيب رسالة ولا كده، فبشوف. عشان فعلا النت لما يكون مفتوح ما بقدر أحدد إنه البرنامج اللي ممكن يفتحه شنو ما يفتحه إلا أنا أراقبه. بعدين في النت في أفلام عادي، هو بيقوم بيمشي بيكتب أفلام بيخش، بعد ذاك ممكن تتفتح له أي أفلام، فأنا بحدد إنه داير سوبرمان، داير أفلام، بيقوم برنامج بتاع أفلام سفاري اللي هي كلها، بحدد إنه عايز أفلام طيور الجنة كده، فهي كلها في النت. أنت بتدوس بتجيك أفلام، ممكن الأفلام اللي أنت تفتحها كلها ما تكون اللي أنت عايزها أو المطلوب إنه الطفل يحضر، فأنا بكون قريبة يعني عشان حتى إنه أساعده. فهو بعض مرات برضو زي ما قلت لك هو ممكن يفتح صفحات، أيوة صفحات، فأنا بقول له ما ناريتني ليه؟ بيقول لي يا ماما الصفحة دي قاطعة على طول، فكده يعني أنا بحاول رجعه بقى إنه يعمل حسابه على طول، إنه يقوم كل مرة بنقول له ونحن مسلمين أبوه مدين جدا، بقول له دائما إحنا المسلمين في حاجات حقتنا، في حاجات إحنا ما بنحب إنه نقوم يعني حضرها، فيعني أنا بحاول طوالي أسويه. حتى إنه في أفلام في 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 النت بتاعت أطفال، يعني زي ناس جوردان وكده وشنو، هي أفلام بتاعت أطفال لكن هم بيقوموا بيجيبوا فيها تفاصيل بتاعت طلبات ثانويات اللي هو طبعا تعليم أمريكي، إنه يعني متحررين شوية وكده، فأنا بقول له لا ده البرنامج ده ما تبعك، بيقول لي فيه أطفال، بقول له لا ده ما تحضره طبعا، أصلا أكيد في عمر ده لا دي ما بتنفع معه وساي. ليه؟ بقول له أنت شايف أنت هسه مستفيد من البرنامج ده شنو؟ بقول لي هو طبعا في مطعم وهو يعني البرنامج فكاهي لكن بعض مرات فيه إباحيات وتصرفات كده، بقول لي يعني بيعملوا حاجات وتصرفات الناس عايز تضحك وكده، بقول لي لكن ما كله البرنامج ده شايفه مضحك، بقول لي الحاجات الماما اللي أنا ما عايزها بعمل وشي كده يعني بداري وشي، قلت له لا ما عشان انت مد وشك ما تحضر ألعاب النت. والله أنا مش متركزة لكن هو على طول عنده ألعاب في النت بطلعها، اللي هو بتاعت السباق بتاعت العربيات، وفي بتاعت أسلحة وكده بيطلعها على طول هو بيلعبها، هو بيلعب ألعاب السمك اللي هو الزوم، يعني دي الألعاب اللي هو مركز على طول هو بيلعبها. واليومين دي في لعبة هي طلعت جديدة اللي هي في النت هم بيطلعوها على طول، اللي هي بتاعت التلوين، بتاع التلوين هم بيطلعوها على طول هو بيلعبها. بعدين مركز أكتر شيء البنت، وهو بيجي يعني بيطلع هو وبيقول لها دي بتاعتك أنت. محمد له غايمة أصدقاء طبعا، هو اللي بيتعامل معاهم عن طريق الفيسبوك، هو طبعا أطفال في سنه وهي طبعا الوسيلة الوحيدة اللي ممكن يعني يتكلموا معاها، فهو طبعا شكلي إنه ازيك أهل السلام معرفة الأحوال الأخبار كده، ليه؟ لأنه كتابة، لكن إحنا طبعا مركزين على السكايبي لأنه السكايبي وصلنا صورة وصوت، فهو بيحب يتعامل مع السكايبي. أنا دلوقتي قاعد أنا في الكمبيوتر، ويعني أنت ممكن تتكلم معي برسل رسالة، فبحاول إنه يتصل يتونس كده يعني مع أصدقائه على طول، يعني يكون كلام مباشر. من خلال القصة اللي احنا شفناها سواء يعني يتمنى لهم التوفيق، وأفتكر ده بينتج عن أم وأب واعين في إنهم يقدروا يحافظوا على الأبناء على قدر ما بنقدر طبعا. طبعا
طبعا بكل تاكيد، بنتمنى انه الناس كلهم يكونوا زي الاب والام ديل. ايوه، مساله التربيه طبعا في اعمار انت زي ما ذكرت صعبه السيطره عليها. نعم. كيف نقدر نسيطر على ابنائنا قبل ما يصلوا المرحله العمريه دي؟ نعمل لهم نت امن داخل البيت لغايه لما يصل ان شاء الله لبر الامان. هي المساله بتجي بالتدريب طبعا. يعني الطفل، انا يعني من وجهه نظري انه من سن عندنا الاطفال من سن 5 سنين ومن سن 7 سنين هم بيدخلوا على الانترنت وبيعرفوا يتعاملوا مع الانترنت، فالسن دي صعبه جدا جدا. السن دي لازم نحن نتعامل مع الاطفال بطريقه تكون يعني نكون قريبين منهم، نراقبهم بصوره دوريه، ما نخليهم يعني ما الواحد ما يسمح له انه يكون الجهاز بتاعه يكون في مكان مقفول، لازم الجهاز يكون في مكان مفتوح لسهوله المراقبه. يعني الواحد ما يترك الاطفال فتره طويله شغالين في النت من دون ما يجي مر عليهم ولا بعد اذنك. يعني انا داير افهم عمر 4 سنين و5 سنين بيقعد يعمل شنو في الانترنت؟ هسه في الزمن ده الاطفال من 5 سنين بيقعدوا في الانترنت. يعني بيفتحوا شنو بالضبط؟ ما على حسب الطفل ذاته، الطفل ما هو في النهايه بيشوف اللي قدامه، يعني يمكن الجيمز الالعاب بيبدا بالجيمز طبعا. ايوه بالجيمز، بالمسلسلات، بالافلام، مع اخوانه الاكبر منه، مع اخوانه الاخوات الكبار بيجيبوا ينادوا يقعدوا يوم يتفرج معانا عشان يسكتوا طبعا وعشان يلهوا عن حاجات ثانيه. ايوه فهو بيبدا يتعلم من العمر الصغير لحد عمر 7 سنين لحد ما يدخل المدرسه. هسه الان عندنا اللابات بتاعت الكمبيوتر من سنه ثانيه ابتدائي او ثالث ابتدائي. صح بالضبط. فالاطفال بقوا ما اطفال، يعني الاطفال بتاعين الزمن ده اكبر من عمرهم بكثير وبيعرفوا حاجات اكثر من عمرهم بكثير. صحيح. كله عن طريق الانترنت وعن طريق الكمبيوتر وعن طريق المعرفه وعن طريق التقنيات الحديثه. صحيح، صح كلامك. يعني هنا حتى رقابه ممكن تكون حتى في المدارس، يعني احنا مش نقول البيوت بس، كمان المدارس الناس تخلي بالها في التعامل مع الكمبيوتر مع النت بشكل خاص. طبعا هل الرقابه لازم تكون من كل الجهات، من المدارس، من الاسره، من الاهل كلهم، من كل الجهات. بالذات في الانترنت، لانه الانترنت خطر جدا جدا وفيه حاجات بتعلم الطفل من سن مبكره لعادات اصلا ما حقتنا، ما يعني من كل الجهات. صحيح صحيح. طيب في مواقع او محركات بحث امنه يعني ونظيفه؟ في طبعا في جوجل بنسمع بها، في شويه محركات ثانيه ممكن احنا بنفتحها بشكل دوري علشان نعمل بحث لشيء معين. هل ممكن اقول في محركات بحثيه نظيفه وامنه في نفس الوقت؟ لا طبعا ما في. اطمنت انا. طيب ضروره وجود النت الامن، يعني انا ما عارفه هل المساله دي في السودان بس ولا في الوطن العربي موجوده؟ لانه في بيقولوا في اذا او في مثلا رقم معين بيتصلوا به بيخلي انه هذا الجهاز بانه امن بحيث انه ما يفتح اي مواقع اباحيه او مواقع تكون سيئه. هو كل دوله بتحاول تعمل طريقه انها تقفل الحياه الاباحيه والحياه الما مقبوله في عاداتها وتقاليدها. ودائما زي ما بقولوا الكمبيوتر ده متطور بين يوم وليله وبين ساعه وساعه بتلقى في تطور. صح. يعني كل ما الناس يعملوا حاجه جديده ويقفلوا باب بتفتح لهم 1000 باب. صح. فنحن بنتمنى يعني بنتمنى انه الناس يلقوا طريقه يحاولوا يقفلوا بها الحاجات دي بالنسبه للعالم العربي. بالنسبه للاوروبيين طبعا هم اصلا الحياه دي مفتوحه وما في اي رفض منهم يعني حتى. جميل. يمكن زي ما قلت انه شيء رائع من يعني الهيئه القوميه للاتصالات بانها عملت على بالمجهود الكبير اللي بتعمله يومي، يعني حتى انت قلت انه ممكن 10 اشخاص بيكونوا يوميا قاعدين. ايوه بيبحثوا. بيبحثوا اذا في اي حاجه بيعملوا لها لوك طوالي. اهميه الحاجه دي انها تكون موجوده يعني احنا كبلد سوداني او في البلاد الاخرى، هل هي بتعمل على التقليل ولا هي ممكن تكون بالعكس عمليه بتاعت شغف اكثر بانه انا عايز اعرف المجهول؟ لا هي بالتاكيد بتعمل على التقليل بالتاكيد. فالشخص الباحث عن الاباحيه حيصليها مهما كان، يعني حيفضل يبحث ويبحث ويبحث لما يلقى طريقه ويسال ويسال، والنت مفتوح. يعني نحن مشكلتنا هسه يعني الحلول موجوده في النت ونحن بنحاول نقفل حاجه من النت، فمن الصعب انك انت عالم مفتوح تحاول تقفل ابوابه. فصعب جدا جدا، بتقفل باب بتلقي في باب مفتوح كده. فحتى الطرق بتاعت فتح المواقع المقفوله بتلقاها في النت، لو بحثت في النت بتلقي. احنا ما دارين نقول الكلام ده طبعا عشان طبعا هو فيه موجود باسماء، يعني انه في برامج بتفتح كل المواقع اللي ممكن نقول الاباحيه ممكن ورخيصه جدا، يعني 13 دولار او كده بتتلقي برا على اساس انها تعمل العمليه دي. افتكر ده نوع من الذكاء الغربي على اساس انه حتى يعني الخدمه دي تقدم بمبلغ بسيط علشان
تساعد على نشر الأشياء السيئة اللي إحنا ما بنرضاها في مجتمعنا؟ الله طبعا إحنا بنتمنى وبنتمنى مرتين مش مرة واحدة إنه نلقى طريقة آمنة دائمة للشعوب العربية والشعوب الإسلامية، عشان هي في النهاية الإنسان يعني حسب عادته وحسب تقاليده مفروض يرفض من داخله إنه يبحث عن الحياة دي، لكن في سن المراهقة وفي أعمار صعب جدا جدا إنه الواحد يسيطر عليها، لأنه هو ذاته بيكون عنده شغف لأنه يعرف حاجات كثيرة، فالسن دي هي اللي بتخلي الزول يفتش. فنحن أنا يعني بتمنى إنه الأبهات والأمهات يحاولوا يساعدوا أبنائهم في هذه السن إنه يسيروا للطريق الصحيح من دون ما يحاولوا يشوفوا المواقع الإباحية والمواقع الما مقبولة بالنسبة لنا وبالنسبة لعاداتنا. صحيح، هنتواصل أكيد أستاذ محمد وهنواصل حوارنا بس بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وبتواصل الموضوع عن الانترنت الآمن في المنزل، كيف احنا ممكن نضبطه وكيف احنا ممكن نساعد أبنائنا على انهم يتعلموا لكن برقابة شديدة. نحييك مرة ثانية أستاذ محمد. الله يخليك. الأطفال رقابتهم احنا تكلمنا عنها بأنه في بعض المسائل اللي احنا ممكن نعملها، يكون الكمبيوتر يعني في حتة نقدر نشوفهم ونشوفهم بيتفرجوا في شنو مثلا، نقدر نعمل الصداقة ما بيننا وبينهم زي ما ذكرتها. المشكلة مش في الانترنت اللي في البيت، المشكلة في انه المسألة وصلت الموبايلات وفي الموبايلات بيجوا يمسكوها الأطفال يعني، فالانترنت عن طريق الموبايل برضو مشكلة، نقدر نتعامل معها كيف؟ لا، انترنت الموبايل طبعا الطفل ممكن ياخده المكان اللي هو عايزه ويختبي، لو هو بيعمل في حاجة الناس ما عايز الناس يشوفوها يشوفوها وهو بيعملها. لكن الحل ده انا بقول الحل في الاسره وفي الرغابه وفي الصداقه مع الطفل مع الحياه اللي هو بيعملها. انا دائما لازم اعلم طفلي انه يحكي لي يا اخي انا والله لقيت الحياه الفلانيه دي يا ماما، انا لقيت الحياه الفلانيه يا بابا، دي بيعملوها كيف، دي مفروض نحن نعملها ولا ما نعملها. الاب والام هم اللي بيساعدوا الطفل على انه يتعلم الحاجه الصحيحه. لازم يعلموه اسلوب اللي هو اسلوب الصداقه واسلوب الحكي. يعني الاب لو بيجي يحكي لولد والله يا ولدي الليله انا لاقاني واحد قال لي كده 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 في حاجه في الانترنت اسمها كده 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 ودي حاجه ما كويسه يا ابوي كده، انا بوري الطفل انه في حاجات غلط، في حاجات مفروض هو ما يعملها، اوريه هو احكي لي وانا احكي له. اما نحكي لي بالحياه زي دي انا ممكن اوجهه واوريه الغلط من الصح. في النهايه الاسره والاب والام والطفل لازم يكون في علاقه بيناتهم وفي يعني طريقه يعرفوا يحلوا بها المشاكل بتاعت الانترنت. غير كده ايوه في ابو ممكن يجي الولد يقول له انا ما بعرف افتح الجهاز، هو ممكن بيكون بيعرف عنده كورس كامل بتاع كمبيوتر، اعمل لي دي افتح لي الفايل المعين دي ممكن نفتحها كيف يعني. حتى افتكر بالاسلوب ده بيقدر الابو يعرف او الام تعرف انه وصل ياتو مرحله من التعلم في الكمبيوتر عموما وفي الانترنت بشكل خاص. ايوه ممكن يسال ولده يا ولدي تعال وريني الحاجه دي ويكون هو عارفها زي ما قلت، عشان يخلق النوع من الالفه بيناتهم ويخلي الولد يحكي له. في النهايه انا عايز ولدي ده يجي يقول لي والله يا بابا انا الموقع الفلاني ده فتحته ولقيت فيه كده كده، ده الموقع ده هل هو صح يا بابا؟ هل انا مفروض اشوفه؟ هل ما مفروض اشوفه؟ لو وصلنا لمرحله زي دي افتكر المشكله بتتحل. لكن لو ما في علاقه بين الاب والام والطفل فمن الصعب. احنا لما نتكلم عن كدول عربيه ما دام هي مشكله مش في السودان بس، هل ممكن يكون في ميثاق مثلا شرق اوسطي انه يحد من المساله دي، او يكون في بعض الامور اللي لها علاقه بحجب موقع معين او الطريقه يعني سهوله التعامل مع مثل هذه المواقع بدون ما تكون فيها اي مشكله؟ والله بتمنى انه يكون في ميثاق عربي، في ميثاق اسلامي. احنا طبعا بنعتمد على الاسلام وعن طبيعه الاسلام وعن القيمه الاسلاميه اللي هي اللي احنا لو اتبعناها هي بتقودنا للطريق الامن قبل الانترنت الامن. الواحد لو اخذ الطريق الامن فتخيل لي ما بتكون في مشكله. صحيح. بنتمنى والله انه العرب والمسلمين كلهم يعملوا ميثاق ويحاولوا يقننوا مساله الانترنت ويعملوا انترنت امن للدول العربيه والاسلاميه ان شاء الله. لما نشتري كمبيوتر للاولاد وبنكون مبسوطين انه قدمنا لهم خدمه، بيكون في بعض الاكسسوارز او الاكسسوارات يعني بتكون تابعه للكمبيوتر ممكن تكون ضاره، يعني زي الكاميرا مثلا لما بنجيبها ممكن لاساس معين انه عندنا اهلنا الاب الام بيكونوا بعيدين فعشان التواصل، لكن وجود الكاميرا بدون مبرر هل في داعي له في البيت ولا احنا بنجيبه ككماليات؟
هي 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 كمالية والناس في بعض الناس بالنسبة لهم كمالية وبعض الناس بالنسبة لهم حاجة ضرورية. ففي ناس بيستخدموها طبعا يتكلموا يعني السودانيين طبعا زي ما عارفين احنا عندنا عدد كبير من المغتربين في الخليج وفي دول اوروبا وفي العالم العربي. صحيح. فالناس حاليا بيجوا وقفوا الاتصال عن طريق التلفون وبيجوا يتكلموا عن طريق الانترنت ويشوفوا اولادهم ويشوفوا بناتهم ويشوفوا اطفال اولادهم عن طريق الكاميرا دي، فبالنسبه لهم دي مهمه. لكن في اسر ما بتحتاج لها، يعني ما عنده مغترب داير يشوفه وداير يطمن عليه ويشوف اولاده كبروا صغروا شكلهم اتغير. فالما بيحتاجوا لها في الحته دي انا بعتقد انه ما مفروض يجيبوا، يعني الاب والام ما مفروض يجيبوا كاميرا لطفل لاسره ما محتاجه اصلا. انا بشكر كثير استاذ محمد أزهري على حضورك معنا، وبشكر كل المعلومات اللي احنا اخذناها منك، وان شاء الله يحصل الخير في البيوت السودانيه دائما نقدر نوفر الامن لهم، الامن التقني المره دي. شكرا لك. هنتواصل معكم مشاهدينا بس بعد الفاصل. بيت الهنا، أهلا بكم مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. كان كلامنا عن النت الآمن، هنتكلم عن الأمان أيضا من ناحية صحية، بعض النصائح في الإسعافات الأولية مع دكتورة شزع. تعالوا نتابع مع بعض. أعزائنا المشاهدين كيف حالكم؟ الليلة في فقرة الإسعافات الأولية هنتكلم عن إصابة مهمة جدا، إصابة خطيرة ويتحتم فيها التعامل بحذر، اللي هي إصابات الرغبة والعمود الفقري وإصابات الرأس. بتحدث متين؟ دائما بتحدث نتيجة لسقوط من مرتفعات أو لحوادث أو بضربة مباشرة على الرأس أو الرقبة أو العمود الفقري. الأهمية تنتج من وين؟ إنه الشخص المصاب في العمود الفقري إذا حركته وإنت ما عارف تحركه كيف حتأذيه، يعني قد تحتم عليه إنه يعيش مقعد أو مشلول. عشان كده لازم يتحرك بواسطة شخص مدرب أو نطلب الإزعاف ونستنى الإزعاف يجي ويحركه. طيب في حالات بتستدعي انه انا احرك المصاب سريع، يعني ما هقدر استنى احركه من المنطقه بتاعت الخطر، اذا في حريق اذا في اختناق ما هخليه لحد ما الاسعاف يجي. اذا جيت احركه اول حاجه انا اتاكد كيف انه الشخص ده مصاب في العمود الفقري. اذا ما كان في غيبوبه هيكون عنده الم في الرقبه او في الراس، والم شديد جدا جدا. ثانيا ممكن القى انه وضع الراس والرقبه وضع مائل أو وضع غير طبيعي. الوضع الطبيعي إنه الرأس وتحته الرقبة تقريبا في شكل مستقيم، ممكن ألقى واحد في اتجاه ما طبيعي أو الاثنين كذلك. ممكن يكون في تنميل أو ضعف في الحركة أو ضعف في الإحساس، أقوم أتأكد كيف أسأله، هل حاسس بأطرافك، حاسس بيدينك، حاسس برجولك، أطلب منه إنه يحرك يدينه يحرك رجوله. وقبل ده كله أتأكد إنه هل هو واعي، أسأله بصوت عالي أناديه باسمه، إذا استجاب لي معناته واعي. بعد ذلك أطلب منه إنه يحرك أعضاءه، أهبشه أشوف حاسي ولا ما حاسي، ممكن يكون في انتفاخ في المعدة. بعد ما تأكدت إنه الشخص ده مصاب في العمود الفقري وطلبت الإسعافات الأولية هعمل شنو؟ هستنى وأشوف الـ ABC اللي هو أشوف مجرى الهواء بتاعه وأشوف التنفس وأستنى. إذا لازم أحركه لازم أحركه بطريقة محددة. طيب إذا في منطقة بتاعت خطر وأنا عايز أحركه أعمل شنو؟ أشوف حاجة، اللوح مثلاً، نقالة، إذا لقيت باب، المهم حاجة تكون مستقيمة وأشيله ككتلة، وأكون حريصة إنه الرأس والرقبة والعمود الفقري يكون مستقيم. والحاجة دي تتطلب تيم وورك، يعني ما ممكن أنا براي أحرك. طيب أنا قررت إنه أنا أحركه عشان أساعده، ما لقيت أي حاجة من الحاجات دي، لا لوح ولا باب ولا غيره، ممكن أحركه بملاية. ما لقيت ملاية في أسوأ الأحوال ممكن أشيله من تحت كتفه وأحركه. طيب بعد ما أحركه أكون في كل مرحلة متأكدة إنه كل الحاجات دي مستقيمة، وأثبت الرقبة بقطعة بتاعت قماش، وأثبت باقي جسمه على النقالة أو الحامل أنا حملته عليه، وأدحرج المصاب. ليه؟ لأنه أنا لازم أكون حريصة إنه الرأس والرقبة والعمود الفقري كله يكون في خط مستقيم. بعد كده أقوم أشوف الـ ABC زي ما قلت. إذا لقيت إنه في جرح كبير أقوم أخط المصاب على جنب عكس الجرح. إذا لقيت إنه في سوائل طالعة من أذنه أخذته في الجنبة أطالع منها السائل، وغالباً ده يكون نخاع شوكي، وده سائل النخاع الشوكي ده دليل على إصابة في الجمجمة. طيب أخذته على الجنبة وأخذت لي قطعة بتاعت شاش أو أي قطعة نظيفة، أخلي السائل ينزل وبارتياح، يعني ما أضغط أحاول أوقف هذا السائل. وزي ما قلنا من أولويات الإسعافات الأولية إنه نبقى حريصين على الأبجديات اللي هو التنفس ومجرى الهواء والنزيف.
إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. وإذا لقينا شخص مصاب في العمود الفقري نتمنى إنه نقدم له المطلوب ونرجع تاني للاستديو. نشكرك دكتورة ونشكرك على النصائح اللي قدمتيها لنا، وكل يوم عندنا نصيحة مختلفة. مشاهدينا كانت حلقتنا عن الانترنت وإنه كيف نقدر نستفيد منه استفادة كبيرة وفي نفس الوقت نحقق الأمان بالنسبة لأطفالنا علشان ما يكبروا يكون في أي مشاكل نفسية من قبل بعض المشاهد اللي ممكن يشوفوها عبر الانترنت. هنا أتشرق دوت تي في هو إيميلنا للتواصل ولإبداء أي آراء أو مقترحات، ونشوفكم بإذن الله بكرة على ألف خير، ودعناكم الله. بيت الهنا.